لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من عمان عبر الهاتف الدكتور رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي. أهلا بكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الرافدين. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن أكثر من 200 مسؤول يبيعون ويستأجرون أملاك الدولة بأسعار زهيدة، تحت أي مسمى بإمكاننا تصنيف ذلك من الناحية القانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أملاك الدولة هي الأملاك العامة، والأملاك العامة يستوجب حمايتها وفق القانون. هذه الأملاك وهذه الأموال لا يجوز التصرف بها، لا يجوز اكتسابها بالتقادم، ولا يجوز الحجز عليها. هذه أموال الدولة، وبالتالي هذه الأموال الغريب طبعا مع كل الأسف بعد الاحتلال مباشرة الأمريكان أطلقوا العنان للكل لكي يتصرف بالمال العام. ثم بعد ذلك عندما جرت انتخابات وعندما جرت تعيينات ووزارات متكررة، هذا الأمر الذي ذكرته الصحيفة ليس جديدا في هذه الحالة مع كل الأسف، لأنه هذه المنطقة التي تسمى المنطقة الخضراء أو المناطق المجاورة لها اغتصبت، أنا أسميها هكذا في لغة القانون، اغتصبت من قبل هؤلاء، وبالتالي لكي يبقوا شرعية على ذلك استحصلوا القرارات سواء من السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب. نعم. وبالتالي لكي يضفوا هذه الشرعية على هذا الأمر استأجروا هذه، في حين لا يجوز التصرف بها. هكذا هو النص القانوني في القانون المدني العراقي، ثم حتى في الدستور المادة 27 صريحة في هذه الحالة، وهي موجودة في كل دساتير العالم، للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. نعم. وبالتالي لكي ننزع هذه الأموال ولكي تباع هذه الأموال بالمزاد العلني، هل نحن بحاجة لها أو غير بحاجة لها؟ هذه أموال الدولة، وبالتالي صحيح كانت تشغل من قبل مسؤولي الدولة السابقين في القصر الجمهوري وكل دول العالم. هل تستطيع فرنسا، يستطيع الرئيس الفرنسي ان يبيع قصر الإليزيه؟ هل يستطيع الرئيس الامريكي ان يبيع؟ في هذا الصدد، باعتباركم تحدثتم عن هذا المثال، مثال فرنسا، يعترف الكثير من النواب مثلا بهذه التجاوزات القانونيه، كيف تفسرون مثل هذا الاعتراف العلني بتجاوز على القانون والدستور؟ اي مع الاسف، فما انت تسمعين الكل يدعي ويصر، هذه اسميها انا وقاحه، الكل مع كل الاسف من اعضاء مجلس النواب او من الوزراء كلهم يعلنون انهم وصلوا الى هذه الاماكن بطرق غير مشروعه، انهم دفعوا اموالا للوصول الى هذه المواقع الوظيفيه، فلا تريدين ان يتحدثوا عن القانون. القانون وقواعد القانون هاجرت من العراق بعد الاحتلال، ولم يعد لها مجالا في هذه الحاله مع كل الاسف. العلم والدستور والقواعد القانونيه لا مجال لتطبيقها في العراق. إذن يعني هل هذا يعني أنه لا وجود لأي سبل قانونية للحد من هذا الاستغلال ونهب الأملاك العامة وردع هؤلاء المتجاوزين على القانون؟ أنت تتحدثين عن أموال، هو العراق الآن، العراق دولة فاشلة في هذه الحالة، وعندما نقول لدولة ما أنها دولة فاشلة وهي في السلم من دول العالم في الفساد الإداري والفساد المالي و كل ما يمكن ان يطلق على الدولة الفاشلة، هل تتوقعين ان 240 مسؤول عندما ياخذ شيء، كل المسؤولين الذين وصلوا الى هذه المواقع الوظيفية باعترافهم هم يقولون هكذا، دفعنا اموالا رشا لكي نصل اليه، فهم خالفوا القانون وخالفوا القواعد القانونية التي وجدت في العراق من قبل التاريخ الى يومنا هذا. هذه القواعد القانونية لا يلتزم بها أحد مع كل الأسف، وبالتالي التغول على المال العام نوع من الاغتصاب. هؤلاء اغتصبوا المال العام وأضفوا مع كل الأسف
شرعية تكلية على هذا الأمر. كان هنالك دكتور تصريح للقاضي رحيم العقيلي الرئيس السابق لهيئة النزاهة، قال فيه إن التكالب على نهب عقارات الدولة جزء من الصراع على السلطة. إذا كانت أملاك الدولة كما وصفها بأنها مستباحة بهذا الشكل، ما الجدوى إذن من شعارات الإصلاح والقضاء على الفساد ومحاربته؟ يعني أنت تعرفين العملية الانتخابية الأخيرة الكل تحدث عن أنها تمت بالتزوير، وان الذين وصلوا الى 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 اعضاء عضويه مجلس النواب دفعوا الكثير تزوير، والمحكمه الاتحاديه وحلت اللجنه المفوضيه للانتخابات والكل، ومع ذلك الان تسمعين مجلس النواب ويجتمع مجلس النواب وتشكيل وزاره وتسمعين الكثير، لكن ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي هذه الاموال هي ملك لشعب العراق، لا يجوز التغول عليها، لا يجوز حجزها، لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز اكتسابها بالتقادم، مهما حتى اذا كان هذا المال لاحد اشخاص النظام السابق ممكن تؤول ملكيتها الى الدوله، ولا تؤول ملكيتها الى شخص معين او محدد بذاته، لا يجوز استئجارها، لكن هم اخذوا المنطقه الخضراء وما خارج المنطقه الخضراء، وتسمعين كل يوم ان وزيرا معينا استولى على قطعه ارض في هذه الاماكن او اشترى بثمن بخس قطعه الارض هذه او العقار هذا، وعندما يتحدث احد القضاة وهم كثر الحقيقه من القضاة التافهين يشيرون باصبع الاتهام الى هؤلاء الطبقه السياسيه التي تسلطت على القرار السياسي في العراق، وبالتالي المال ليس الا وسيله معينه لكي يستمروا في مواقعهم الوظيفيه مع كل الاسف. استاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان.